لحظة. شو بك؟ لك لا ما في شيء، بس استنى لا تحرك السيارة، يمكن الدواليب مبنشرة، بس خليني اشوف وين ثواني لا تمشي. لك ما في شيء ما في شيء. لا لا لحظة استناني لحظة بس اعطيك الامر امشي. حسبي الله ونعم الوكيل. يديرو خلصني بسرعة يلا. ثواني. اسمعي يا بنتي، يلا بتاخدي المصاري هدول بتروح بتشتري فيهم الاكل، بس لا تنسي بتعطيها لامك، خبيهم جابك عشان ما حدا يسرقهم. امك عم تستناك هونيك، بسرعه روحي اعطيها اياهم وقولي لها هذا من عمه، خلي تشتري اكل وتاكل مشان ما تضل جوعانه وترجع تسفري. يلا روحي. خير خير. شوفي يا اختي. يا اختي لك قومي، لك بدنا نجيب مي. يا الله لك. لا لا ما في داعي قومي، ممكن تقومي بس جلسي، بس جلسي الله يخليكي قومي. بسم الله الرحمن الرحيم. خير؟ شو بها امك؟ ليش نايمه هون؟ شو صاير؟ ليش هيك صاير؟ امي سفرت من الجوع. لا لا اخي ما في شيء. لك كيف ما في شيء؟ لازم اجيب لك شيء تاكليه. لك يا الله انا نسيت المصاري بالسيارة، كنت ماني شايل شي معي. ولا يهمك اخي. لا ليكي اسمعي، تعالي اسندي حالك على السيارة هون، بدي اخذ معي بنتك. ببعث لها معها مبلغ بسيط، فيكن تروحوا تشتروا فيه اكل وتروحوا فيهن على البيت. معلش. ما في داعي يا اخي، كتر خيرك. خير الله كثير يا بنت الناس، ما في شي من واجبك، بس اسند استنينا هون دقيقتين قبل ما نروح نبعث المصاري، اوكي؟ لا ما راح نتأخر، خذوا المصاري وروحوا شو بدكم عملوا فيه، حلال زلال مسامحكم فيه. امشي امشي. ديري بالك على حالك، بنتي بأمانتك يا أختي. بعيوني يا أختي ما راح نتأخر، ذاتا هاي السيارة هون، يلا ثواني بس. لك أنا كيف بعدت بنتي معه؟ يا الله دخيلك، لك لا يقوم يعمل لها شيء. شو بدي اعمل؟ والله مو حسناني قوم. اسمعي انت تدخلي تحت السياره وانا برميلك المصاري، خذيهم وروحي. اوكي يلا تاخذيهم لامك تشتريها فيها الاكل. تمام تمام يا عمو. يلا تعالي. شو ليش طولت؟ وين رحت؟ لا تواخذ لي هشام، انا مش وقت اعطيك 10000 تعطيها لمرتي ما هيك؟ ايه هات تعطيني اياهم. خو ايش بدك تسوي؟ ليش؟ ما بدي اسوي شيء، لازمني. المهم خلص تصرف ايش بدك تسوي. ثواني خليك معي. اوكي خذ راحتك. يلا روح تحرك. يا هويته خليني اروح رجع له يا الزلمه. لك يلا تحرك. عمو هي هويتك، ورد منك لما عطيتني المصاري. مصاري شو؟ انا ما عطيتك شيء يا بنتي. هويتي ورجي. بكون وقع على الارض. انت اكيد لقيتي بالارض مو؟ لا كانت جوات المصاري. تمام يا بنتي خلص، يلا روحي. شو هذا يا محمد؟ اخذت مني 10000 دولار عشان تعطيها لهدول؟ عم تخبي عني؟ أول شيء يا هشام، هاي العشرة أنت كنت رايح تعطيها لمرتي، صح ولا لا؟ إيه، أنت قلت لي أعطيها. حلو، أنا ومارق بالطريق شفت هاي البنت وأمها مغمية على الأرض، لهيك حبيت أساعدهم يا ابن الناس، وأنا نسيت المصاري هويتي معلقة جواته، لهيك جابت لي إياها. ما اختلفنا، الله يجزيك الخير، ما قصرت، بس عم تخبي عني؟ أنا مثل أخوك، لو حاكيلي شو راح يصير يعني؟ ليكون خايف مني. لا يا أبو محمود، أنا خاف منك ولو، بس تذكرت كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام لما حكى لنا
إذا بدك تتصدق بإيدك اليمين لا تخلي إيدك الشمال يعرف، صح ولا لا؟ معك حق بهي، معك حق 100%. روح الله يكثر خيرك ويجزيك الخير. هلا روح خلينا ناخذ 10 تاني ونعطيها لمرتي، والحمد لله انا هذا الشيء عم بعمله من مال رب العالمين، الله عطاني لحتى اعطي الناس المحتاجه، ولا كان اخذها مني من زمان لو ما عم تصدق. لا تنسى الصدقه تذهب البلاء. اي والله كلامك 100% درب. خلنا نمشي لك، توكل على الله. ماما خدي خدي. يا عمري انت رجعتي؟ لك هو قال انه مبلغ بسيط، شو هاد من وين جبتيهن؟ ما والله هو عطاني اياهن، قال لي خديهن روح اشتري فيهن اكل. لك روح يا ابن الناس، الله يرزقك، لك الله يجبر بخاطرك، الله يعزك، الله يجبر بخاطرك مثل ما جبرت بخاطري. جبر الخواطر من اعظم واجل العبادات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: احب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم، او تكشف عنه كربه، او تطرد عنه جوعا، او تقضي عنه دينا، ولئن امشي مع اخ لي في حاجه احب الي من ان اعتكف في هذا المسجد شهرا. اتمنى يكون اعجبكم الفيديو، لا تنسوا تعملوا لايك للفيديو وتكتبوا لنا بالتعليقات ما شاء الله، ولا تنسى تعمل متابعه، تابع صفحتنا.